قبلها نبدأ باشمهندسين، الصوت كويس والصورة تمام. بالنسبة للباسورد، بص يا باشمهندس، يعني دوس على اللينك افتح معاك. أنا لا بعمل باسورد ولا حاجة، تمام؟ أنا بعمل كوبي انفيتيشن وأبعتها لك حضرتك، بس دوس على اللينك هو زوم يفتح معاك موبايل أو لاب، تمام كده؟ لو الصوت تمام والصورة تمام يلا نكمل، حد يقول لي بس تمام. تمام يلا. احنا بقى قلنا ايه بقى في السلايد ديت يا باشمهندسين؟ كل اللي قلناه، قلنا لو الكهرباء جايه من على اليمين بنعمل ايه؟ ولو الكهرباء جايه من على الشمال بتعمل ايه؟ تمام كده؟ واتفقنا انا وانت، وقلنا ايه اهميه الرينج يونت، وقلنا ايه اهميه الخلايا النسبيه. بس حتى الان لما ما اتكلمناش عن حته الباس كابلر ديت، قال لك تمام يا باشمهندس. طب يا باشمهندس ايه اهميه الباس كابلر يا باشمهندس؟ قال لك الباس كابلر ده اسمه او محطوط عليه حاجه اسمها 2 على 3، دي معناها 2 اوت اوف 3. يعني ايه 2 اوت اوف 3؟ يعني 2 من اصل 3 شغالين، يعني ده كده واحد، ده اول مفتاح تمام كده، وده تاني مفتاح. والباس كابلر ده عباره عن ايه؟ عباره عن مفتاح، ادي كده التالت، يعني ده واحد اتنين تلاته، اتنين من اصل التلاته دولت مقفولين وواحد مفتوح. بمعنى قال لك لو الكهرباء جايه من هنا وجايه من هنا، يعني الكهرباء جايه من على الشمال وجايه من على اليمين، يبقى المفتاح ده مقفول والمفتاح ده مقفول والمفتاح ده مفتوح. يعني الكهرباء هتمشي ازاي؟ هتمشي كده، بعدين ده طبعا مفتوح صح كده؟ قال لك تمام، الكهرباء من على اليمين هتبقى ماشيه كده، فالمفتاح اللي في النص هيبقى فاصل الجزء اليمين عن الشمال. قال لك طب يا باشمهندس تخيل معايا بقى ان الكابل ده باظ، فبالتالي مفيش كهرباء جايه من على اليمين. قال لك ساعتها ايه اللي هيحصل؟ قال لك يبقى المفتاح ده هيفتح، تمام كده؟ احنا قلنا اتنين من اصل ثلاثه مقفولين، طب ده لو مفتوح يبقى الاتنين الباقيين مقفولين، فالكهرباء هتمشي ازاي؟ قال لك بسيط، الكهرباء هتمشي كده، ده مفتوح ده طبعا مقفول، تمام كده؟ هتمشي كده تمام؟ طبعا ده مقفول، فالكهرباء ده ما يقفل ده يخش على ده، مقفول كده. يبقى اذا ده هيغذي ده وهيغذي ده وهيغذي ده وده 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 وده. قال لك طب يا باشمهندس معلش، لو العكس، يعني لو الكابل ده بايظ، فبالتالي المفروض الكهرباء تتقطع عن الجزء ده كله صح؟ قال لك هنشوف. قال لك اتنين من اصل ثلاثه مقفولين صح كده؟ فقال لك ده مفتوح عشان ده الكابل بايظ، فبالتالي ده هيبقى مقفول اهو، الكهرباء هتبقى كده تروح تغذي الحمال بتاعتها. طب وقال لك ده يبقى ايه؟ قال لك ده مفتوح وده مقفول، يبقى اكيد ده مقفول، اتنين مقفولين، فلو ده مقفول اهو خلاص هيروح يغذي الكهرباء هنا. انا كده عملت ايه برضه يا باشمهندس؟ عملت حاجه اسمها ريليابيليتي، قللت امكانيات ان الكهرباء تقطع. يعني انا يا باشمهندس لو الكهرباء تقطع بسبب ان المحول ده باظ او المفتاح ده باظ او الكابل اللي هنا باظ، ايا كان ايه باظ الناحيه اليمين، انا المفروض يعني المفروض الطبيعي ان يعني الكهرباء عن كل الاحمال دي تتقطع، تمام؟ راح يغذي مكان وراح يغذي مكان وراح يغذي مكان. قال لك لا يا باشمهندس انا برضو مش هقطع عنك الكهرباء، ده انا هحط لك حاجه اسمها باس كابلر، بحيث لو ده يعني المفتاح ده والمحول ده والكابل ده باظ، ايه اللي يحصل يا باشمهندس؟ اقفله وابدا اخد ايه من ده لكل الاحمال ديت، تمام كده يا باشمهندس؟ قال لك تمام. قال لك طب معلش يا باشمهندس سؤال، يعني هو انا ليه ما جبتش، يعني ما خليتش الترانسفورمر ده وده يشتغلوا مع بعض وفي نفس الوقت يفتحوا مع بعض؟ يعني ليه حاطط باس كابلر؟ ما انا لو خليتهم الاثنين كده على بعض ده هيغذي الاحمال دي وده هيغذي الاحمال دي. قال لك تمام. قال لك لو واحد فيهم باظ ايه اللي هيحصل؟ قال لك ما هم كده كده مفتوحين على بعض، فبالتالي لو مثلا اللي على اليمين هو اللي باظ، قال لك ما هو ده كده كده مفتوحين على بعض صح كده؟ قال لك اه تمام اهو هيروح يغذوا بعض. قال لك ليه بقى انا حاطط، يعني ليه فاصل ما بينهم؟ بقول لو ده شغال وده شغال بفصل ما بينهم. قال لك في حاجه يا باشمهندس اسمها ايه؟ اسمها البارل اوبريشن. يعني ايه يا باشمهندس؟ قال لك عشان اخلي اثنين ترانسفورمر مع بعض على نفس الباره، اخلي مصدرين على نفس الباره، لازم الاثنين يحققوا بعض الكونديشن عشان اعمل حاجه اسمها البارل اوبريشن. ايه هم؟ قال لك ان الاثنين ترانسفورمر يكونوا ايدنتيكال، يكونوا زي بعض بالظبط. قال لك طب ما عادي، ما انا اقول للمصنع اللي عمل المحول ده اعمل له واحد زيه ثاني. قال لك هي ممكن تمام كده، بس برضه هيبقى في مشكله، مش هيكونوا زي بعض. قال لك ليه؟ ما هو اللي صنع ده هو اللي صنع ده. قال لك حاجه اسمها عيوب الصناعه، اللي صنع ده مش هيقدر يعمل واحد زيه 100% تمام كده. فبسبب الحاجات دي قال لك لا خلاص انا هحط باس كابلر في النص واخلي ده لوحده وده لوحده. في نفس الوقت انا بعدين لو حبيت اغير المحول دوت يا باشمهندس وجبت محول تاني تمام كده، فبالتالي مثلا يعني انا حطيت المحولين دول وبعد عدد سنين معين قررت اشيل ده واجيب واحد تاني مكانه، فبالتالي اللي صنع ده مش هو هو اللي صنع ده، فبالتالي هيكون في اختلاف. قال لك يا باشمهندس طب ما انا ده خليه نفس التفاصيل دي، انا احط باس كابلر تمام كده يا باشمهندس. وظيفه الباس كابلر يا باشمهندس بتزود الريلابيلتي، لو الكهرباء قطعت من
من البارت اللي على اليمين تيجي من على الشمال، والقطعة على الشمال تيجي من على اليمين. انا بس نرجع لشكل الموزع تاني يا باشمهندس، اهو هتلاقيه كده، ده يعتبر في النص تمام كده اهو، هو واخد الخليتين دول اسمهم باس كابلر ورايزر، خليه استعداد وخليه فال بريك تمام كده، خليتين كده مفتوحين على بعض تمام. طبعا دي مثلا هتلاقي خليه دخول مثلا، وديت خليه خروج وهكذا. طبعا ده موزع صغير قوي، ده مش كامل يعني تمام، واخد فيه تكمله ليه تمام يا باشمهندسين. قال لك تمام يا باشمهندس، يبقى انا كده يا باشمهندس عملت ايه؟ انا كده في اول حاجه في التوزيع فهمت الموزع، وفهمت شكله عامل ازاي، بيتكون في الاساس من ايه، ايه دوره في المنظومه، انا حاطه ليه اصلا تمام. طب لا انا ما قلتش انا حاطه ليه، تصدق تعال نشوف احنا حاطينه ليه دلوقتي يا باشمهندس. انا عايز اروح اغذي كام حاجه، بص كده انا عايز من الكاب، تخيل معايا لو مفيش موزع، لو انا هاخد من المحول ده اروح اغذي ايه، بص هروح اغذي ده واغذي ده واغذي ده، وطبعا ايه ده هروح اغذي حاجات تانية، وده هيغذي، فلاقي نفسي عايز اطلع بكابلات كتير قوي من المحول. قال لك ده مش طبيعي، يعني مفيش حاجه اسمها محول اخد منه كميه الكابلات ديت. قال لك خلاص بجيب حاجه الموزع، الموزع ده باختصار يا باشمهندس بدخله كابل واخرج منه كابلات بس، اعتبر يعني ده المين، الفكره الاساسيه بتاعته في المنظومه تمام. انا دخلت كابل اهو، وبعدين قدرت اخرج منه بكابلات كتير قوي، صح كده يا باشمهندس؟ طبعا مش لازم الخارج يكون بالعدد ده، ممكن يكون اكتر كمان تمام. لازم تاني يا باشمهندس اول حاجه في التوزيع يا باشمهندس حاجه اسمها ايه، الموزع، وده طبعا بيبقى فيه كده اوض كهربا، يعني في اوض كده دور واحد، يعني اوض في الارض كده اوضه تمام كده، بتبقى موجوده كده لوحدها، يعني بتبقى المفروض بعيده شويه عن العماير، ما بقاش حواليها عماير قوي تمام كده، وما بقاش لها ادوار، هي اوضه كده مقفول عليها باب حديد، وفي اللي هي ليها شبابيك كده معينه تمام كده، ده اسمها الموزع، دي اوضه الكهرباء بتاعت الموزع تمام كده، زي موزع مدينه نصر كده، تلاقي كده عباره عن اوضه مقفول عليها بباب حديد، ومحدش بيخشها او بيطلع منها غير فني او مهندس تمام كده، فده الموزع ده. انتوا يعني ممكن يكون في ناس شافته ممكن لا تمام كده. طيب قلنا الموزع ده بيغذي ايه بقى يا باشمهندس؟ بيغذي كشاك توزيع الكهرباء، وده اعتقد كلكم شفتوا الكشاك. طيب تعالوا نشوف الكشك ده اصلا شكله عامل ازاي، الكشك ده اللي هو ده، اللي هو الكشك هتلاقيه كده الكشك كده بصوصي تمام كده، بس ضخم شويه، هو دوت يا باشمهندس تمام كده. ده انتوا في اكيد ناس شافته، بس في يعني عشان لسه هوريك البيلر عشان ما تفتكروش بيلر، ده كشك تمام كده، او ساعات بنقول عليه غرفه المحول، بيبقى ساعات كده في عماره تلاقي في اوضه كده في الارضي بابها بيفتح على الشارع ومقفول بحديد وبقفل تمام كده، ومحدش يعني مش مصرح ان حد يخش غير بتوع الكهرباء تمام كده، ده شركه الكهرباء دي اسمها غرفه المحول. طب يا باشمهندس هي كشك دوت محتواه ايه؟ غرفه المحول اصلا محتواها ايه؟ تعالوا نشوف يا باشمهندس. ايه يا باشمهندس؟ ده محتوى كشك التوزيع الكهربائي. بيبقى جواه يا باشمهندس قال لك جواه رينج مين يونت. احنا دلوقتي فهمنا ايه الرينج مين يونت؟ واهميتها ايه في المنظومه وبتعمل ايه؟ صح كده؟ قال لك تمام. وجواه محول. طب انا يا باشمهندس جواه لوحه ضغط منخفض. احنا الكلام ده لسه شايفينه من شويه، طب ما تيجي نبص عليه تاني كده. فاكرين يا باشمهندس؟ هو ده. مش احنا قلنا المفروض المفروض ده بيروح يغذي رينج من يونت؟ اه بص بقى يا باشمهندس الجزئيه دي كلها، هو ده الكشك. قلنا محتوى ايه؟ اول حاجه رينج من يونت اهو، وبعدين محول اهو، وبعدين لوحه ضغط منخفض لوحه. طب بالراحه يا باشمهندس، احنا فهمنا ايه وظيفه الرينج من يونت صح؟ طيب ايه وظيفه المحول؟ كلمه واحده دايما بنقولها، المحول يا بيرفع الجهد يا بيقلل الجهد. احنا دلوقتي ماشيين في اتجاه ان احنا بنقلل الجهد صح؟ احنا عندنا جهد كام؟ قال لك 11 او 22. المحول ده هيقلل الجهد ال 11 او ال 22 يخليهم 380 او 400 تمام كده؟ هيقلل الجهد يعني. يبقى اذا الرينج مين يونت فهمنا بتعمل ايه؟ والمحول ده بيعمل ايه؟ صح كده؟ تعالى نرجع تاني لمكونات الكشك. قلنا اه يا باشمهندس رينج مين يونت بتروح تعمل ايه يا باشمهندس؟ بتروح تغذي المحول. فهمنا ايه وظيفه ده وايه وظيفه ده؟ والمحول بيروح للوحه الضغط المنخفض. لوحه، طب يا باشمهندس معلش ايه وظيفه اللوحه دي؟ يعني اهميتها ايه؟ تعالى نرجع خطوه كده، احنا قلنا ايه بس؟ قلنا ان الكشك يا باشمهندس يروح يغذي ايه؟ حبه بلارات، صح كده؟ قال لك تمام. فاحنا قلنا ان الكشك ده جواه رينج مين يونت وبيروح يغذي محول، تمام كده؟ وانا وانت اتفقت ان انا ما ينفعش اخد كميه
كابلات دي من المحول، صح كده؟ لازم بحط حاجه قصاد المحول، بدخله الكابل اللي جاي من المحول واطلع منه الكابلات. احنا كنا قلنا الفكره ديت زي الموزع، تمام؟ هي نفس الفكره بس اسمها لوحه ضغط منخفض، تقريبا تقريبا نفس الكونسيبت، تمام كده، بس على صغير. بس طبعا الموزع عليه يعني جواه حاجات كتيره قوي غير اللوحه، بس اقول لك تقريبا نفس الفكره. يا باشمهندس انا عندي اهو المحول هيخش بمفتاح، المفتاح ده اسمه بريكر، فهمنا يعني ايه بريكر واهميته ايه؟ هيخش على باره. بص يا باشمهندس بس عشان تبقى فاهم، ده كده اللي انا معلم عليه باحمر، دي اسمها لوحه الضغط المنخفض. عباره عن ايه؟ عباره عن بريكر، تمام كده، اللي هو المفتاح اللي احنا قلنا عليه زي المفتاح اللي عندك في الشقه، تمام كده، وباص بار. ايه الباص بار دوت؟ اللي هو حته الحديده اللي انا قلت لك عليها زي الموزع، تمام كده. الموضوع يا باشمهندس اهو، كابل جاي من المحول داخل على مفتاح، والمفتاح ده داخل على الباره. انا كده واخد كابل من المحول، اقدر اطلع منه كذا كابل اهو، مفتاح وكابل، مفتاح وكابل، مفتاح وكابل. طبعا لا يعني ممكن اخرج باعداد اكتر من كده، تمام. فبالتالي يا باشمهندس ايه وظيفه لوحه الضغط المنخفض؟ انا دلوقتي عايز اطلع من المحول لحبه بدارات، فعايز اطلع بكابلات كتيره مش هعرف اخدها من المحول، فلوحه الضغط المنخفض دي هتوفر لي ان انا اخد كابل المحول واطلع منه حبه كابلات، تمام كده يا باشمهندسين؟ قال لك تمام. نرجع تاني يا باشمهندس، او تعالى بقى نقول كده باختصار الوايت بورد بتاعتنا، بس نشيل الحته دي. احنا عندنا يا باشمهندس لك كده، عندنا بنعمل اول حاجه توليد، وبعدين نمسك الجهد نرفعه لحد ال 500 او 220، وبعدين نبدا نعمل حاجه اسمها ترانسميشن، ننقله، بنقول لها برايمري ترانسميشن، بعدين نبدا نقلل الجهد ده خطوه، صح كده؟ وبعدين يا باشمهندس نبدا بس كده نعمل حاجه اسمها السكندري ترانسميشن، وبعدين نبدا نقلل الجهد ده خطوه، وبعدين يا باشمهندس نبدا نخش على حاجه اسمها الموزع اللي هو الديستريبيوتر، وبعدين الموزع ده بيروح يغذي كشك التوزيع الكهربي. تعالوا بقى نبدا نشوف من بعد الكشك، احنا هنفضل نمشي كده لحد ما نوصل للكشاف اللي عندك في البيت، تمام كده؟ طب بعد الكشك ده بقى ايه اللي بيحصل يا باشمهندس؟ او الكهرباء بتبقى ماشيه ازاي؟ تمام يا باشمهندسين؟ قال لك تمام يا باشمهندس. طيب تعالى بقى نشوف البيلر ده اصلا، يعني احنا خلاص شفنا الكشك ده، دلوقتي تعالى نشوف بقى البيلر شكله عامل ازاي اصلا. اهو يا باشمهندسين ده شكل البيلر، كشك رصاص كده موجود في الشارع مكتوب لك عليه خطر تحذير، تمام كده؟ كلنا شفناه، مفيش حد ما شافش البيلر ده، كشك كده رصاص صغير، تمام كده؟ طب لو احنا اصلا طبعا الكابلات دي المفروض مدفونه في الارض وانت ما تشوفهاش، بس هم كانوا لسه شغالين فيه، تمام؟ طب انا بقى لما افتح اصلا البيلر ده اشوف ايه جواه؟ ده كده شكل البيلر يا باشمهندس من جوه، تمام كده؟ حبه كابلات رابطه على فيوزات ببراد. لا يا باشمهندس معلش، بص ده شكله، تمام كده؟ تعالى بقى نفهم التوصيله من جوه عامله ازاي. يعني انت خلاص دلوقتي فهمت البريكر او شفت شكل البريكر، تعالى نشوف توصيلته. ده هو البريكر، تمام كده؟ بيخش عليه كابل اللي هو جاي له من لوحه الضغط المنخفض. تعالى نرجع تاني يا باشمهندس، قلنا اهو لوحه الضغط المنخفض اهي يا باشمهندس، هيطلع منها كابل هيروح فين يا باشمهندس؟ هيروح على البيلر، والبيلر هيطلع منه كابل يروح للكفريه، فالبيلر ده داخل له كابل وخارج منه كام؟ حبه كابلات، صح كده؟ تعالى نرجع برده تاني لورا، انا مش عايز حد يكون صوت منه حاجه، انا عمال ارجع واعيد اهو. هنا اهو يا باشمهندس قلت لك اهو، البيلر جاله كابل من لوحه الضغط المنخفض في الكشك وطالع منه ايه؟ حبه واحد للكفريه، الكفر الثاني والكفر الثالث وهكذا، تمام كده يا باشمهندسين؟ قال لك تمام، اذا داخل له كابل وخارج منه حب الكابلات. طيب انا عارف ان في ناس منكم اصلا ما تعرفش يعني ايه كابل، تمام كده؟ او اسف، الناس منكم اصلا مش متخيله شكل الكابل، هوريك شكل الكابل واقول لك مكوناته باختصار، تمام؟ احنا عندنا حاجتين، حاجه اسمها الثري فيز والسنجل فيز، تمام كده؟ تعالوا نتكلم دلوقتي على السنجل فيز، الثري فيز، تمام كده؟ الثري فيز ده يا باشمهندس باختصار تحتاج له اربع نحاسات. ايه النحاسه دي يا باشمهندس؟ اهي اللي هو اربعه كوندكتور، يعني ده النحاس ده يا باشمهندس او المونيوم، تمام كده؟ اهو ده اللي انا بقول لك عليه، اربعه عليها يا باشمهندس، ثلاثه لاين واحد نيوتر، ريد ويلو وبلو ونيوتر. باختصار يا باشمهندس لو انت ما تعرفش حاجه خالص، لو انا عايز اوصل الكهرباء لحاجه ثلاثه فاز لحاجه 3 فيز بحتاج له كام كور؟ اربعه.
هما ريد واليلو والبلو والنيوترال. يعني ايه كور؟ يعني اعتبرها حته نحاسه، تمام كده؟ فده شكل الكابل يا باشمهندس، ده النحاسه بتاعت الريد، هو حاطط لك عليها حواليها اللون بتاعها، تمام كده؟ وده اليلو وده البلو وده النيوترال وده العزل اللي حوالينهم، تمام كده؟ فانا لو عايز اوصل كهرباء لحاجه 3 فيز بحتاج كام كور؟ اربعه اهو، واحد اثنين ثلاثة أربعة بالترتيب، تمام؟ طيب تعالوا بقى نشوف بندخل ازاي الكهرباء عليه، تمام كده؟ على البيلر ده اللي هو ايه؟ بيحتاج ثلاثة فاز، تمام كده؟ قال لك تمام يا باشمهندس. بص كده معايا، أنا عندي كابل أهو يا باشمهندس، كام كور؟ قلنا أربعة كور أهو، الريد أهو، بعدين الليلو، بعدين بلو، بعدين النيوترال، تمام كده؟ قالك تمام. الريد بيخش على اول حاجه اسمها فيوز. لا يا باشمهندس انا مش فاهم يعني ايه فيوز. فاكر المفتاح اللي انا قلت لك عليه لو لمست سلكين المفتاح هيقفل عشان يحميك من التيار الشديد ده؟ هي نفس فكره الفيوز، هو زي المفتاح، لو حصل ان في تيار شديد الفيوز ده هيفصل عشان يحمي ايه؟ عشان يحمي المعده ويحميك ويحمي كل الناس، تمام كده؟ بس الفرق من الفيوز والمفتاح اللي عندك في البيت ان انت اول ما بتبعد السلكين عن بعض او تصلح العقد تيجي تفتح يعني تشغل المفتاح الكهرباء بترجع. قال لك لا، الفرق هنا ان الفيوز ده بتشيله ترميه في الزباله وتجيب فيوز تاني، تمام كده؟ فالفيوز ده من الاخر يا باشمهندس حمايه، تمام؟ يبقى اذا اهو هدخل اول حاجه حته النحاس هربطها على المسمار ده، تمام، بتاعت الريد، واجي عند اليلو اربطها على المسمار ده، اجي عند البلو اربطها على المسمار ده، حاجة عند النيوترال اربطها هنا، تمام كده؟ اقول لك تاني يا باشمهندس النيوترال، تمام كده؟ النيوترال يا باشمهندس تعالى بس نربطها هنا في مكانها. النيوترال ما بحطش عليه فيوز، تمام؟ ليه؟ ما تكبر دماغك، مش موضوعنا، موضوع طويل قوي، تمام كده؟ النيوترال في توصيلته ما بحطش عليه فيوز، تمام كده؟ ولا احط عليه بريكر يعني. احط على الثلاث فازات الرئيسيه الريد واليلو بلو اللي هم الثلاثه لاين، تمام كده؟ قال لك تمام. طب يا باشمهندس بالتالي يا باشمهندس الكهرباء هتروح. فاكر لما قلت لك الباره اللي هي لو فولتش باس بار، تمام كده؟ قلت لك حته حديد او معدن، هي دي يا باشمهندس الاحمر ده هو ده الباس بار، هو ده الاصفر ده، تمام كده؟ حته كده نحاس، معدن كده نحاس، تمام كده؟ ايا كان بقى تتخيل شكله اهو دلوقتي معايا، تمام؟ فبالتالي الحته دي بقت مشحونه كهرباء، تمام كده؟ للفازه الريد، دي عدي الكهرباء هنا للفازه ليلو، طب ودي تطلع الكهرباء هنا للفازه البلو، طبعا هنا يا باشمهندس للنيوترال. قال لك تمام، انا كده ده الكابل اللي جاي منين يا باشمهندس؟ اللي جاي من لوحه الضغط المنخفض في الكشك. طيب انا عايز اخد دلوقتي كابل يروح فين يا باشمهندس؟ للكفريه. الكابل نوع ايه؟ 3 فيز، فبالتالي محتاج له اربعه كور. ايه هم يا باشمهندس؟ اهم ده الريد، ده اليلو، ده البلو، ده نيوترال، صح كده؟ قال لك تمام. انا هاخد الريد، يبقى هاخده منين؟ من بارت الريد اهو، هربطه في المسمار ده وهوريك دلوقتي بيتربط ازاي شكله يعني. كده الريد، كده اليلو، كده البلو، وادي كده النيوترال. صعب كده يا باشمهندس؟ قال لك لا. طيب ونفس القصه لو عايز كابل تاني هاخد بقى من هنا الريد، من هنا اليلو، من هنا البلو وهكذا، تمام؟ تعال نشوف الكلام ده اهو يا باشمهندس. الكابل اهو داخل من تحت، تعالى نبص كده اهو. بص يا باشمهندس لو ركزت معايا تلاقي عامل ايه هنا اهو، ربط الفازه الريد اهو فين يا باشمهندس؟ طبعا الفيز هنا هو شايله، هو التراك لسه بيركب اهو. بص هتلاقي ان كبر اهي، تمام كده؟ دي الباس بار يعني اهو، فازه الريد اهو، وبعدين اليلو اهي بتاع كابل الدخول، بعد كده البلو اهو، والنيوترال هتلاقيها تحت، تمام كده؟ او لسه ما ركبهاش. بعدين لو عايز ياخد ده يروح للكوفيه اهو، خد من هنا الريد، خد من هنا اليلو، خد من هنا البلو، ده كده كابل، وده كده كابل تاني، وطبعا النيوترال بتاعهم تحت، تمام كده؟ وده كده كابل تالت، وده كده كابل رابع، تمام كده؟ بس متقسم فازات. ده كده البيلر يا باشمهندسين. يعني تاني يا باشمهندس ارجع تاني كده، قلنا يا باشمهندس اهو قلنا الموزع بيروح يغذي كشاك،
وفهمنا شكل الموزع ومكوناته ووظيفته في المنظومة. قلنا الكشك وظيفته وشكله ومكوناته وأهميته في المنظومة، والكشك بيوزع لبيلرات صح؟ بعد كده قلنا البيلر بيروح يغذي ايه بقى؟ حبة كفرات. هتيجي نشوف الكفرية يا باشمهندس، الكفرية ده اللي على باب العمارة، تمام كده؟ يعني الكفرية اهو، هفهمك بس توصيلة كده عامة، تمام كده؟ توصيلة الكفرية ازاي عشان لما اوريك التوصيل على الدياجرام. المفروض يا باشمهندس البيلر في بعض الحاجات، في بعض الاحيان مش دايما، تمام كده؟ عشان محدش يقول لي دايما، في بعض الاحيان التوصيله بتعمل ازاي؟ البيلر بيروح يغذي كفريه، والكفريه بيغذي كفريه تاني، والكفريه بيغذي تالت، ده بيغذي ده، وبعد كده برجع الكابل تاني للبيلر. دي انا عملت ايه؟ عملت لوبه. يعني ايه عملت لوبه؟ قال لك تخيل معايا الطبيعي الكهرباء بتبقى ماشيه ازاي؟ قال لك الكهرباء بتبقى ماشيه كده اهو، تمام كده؟ قال لك تمام، لو الكابل ده باظ ايه اللي هيحصل يا باشمهندس؟ قال لك الكهرباء خلاص هتمشي كده. دي معنى كلمه لوبه. خلاص تمام كده يا باشمهندسين، يعني لو الكهرباء باظت من على اليمين باخدها من على الشمال وهكذا يا باشمهندسين، تمام؟ دي بعض التوصيلات. طب تعالى بقى نشوف التوصيله جوه عامله ازاي. المفروض من الشكل ده الكفريه داخل له كام كابل؟ بص يا باشمهندس هتقول لي والله داخل له كابل من البيلر وخارج منه كابل للكفريه، يعني اذا داخل له كابل وخارج له كابل. قال لك لا، هو داخل له كابل وخارج منه كابلين. هتقول لي ازاي؟ هقول لك يا باشمهندس. المفروض يا باشمهندس هو داخل له كابل جاله منين؟ من البيلر، وخارج منه كابل راح لكفريه تاني، وخارج منه كابل طالع في العماره بتاعتك الصاعد بتاعك، مش ده على باب العماره؟ تمام. لما يخش له كابل ويخرج منه كابل لكفريه تاني، هو كده غذيت العماره؟ قال لك لا، يبقى اذا داخل له كابل من بيلر قبليه ورايح وخارج منه كابل لكفريه تاني، تمام كده؟ وخارج منه برضو كابل تاني طالع بقى العماره بتاعتك، ده صاعد العماره. فتعال تخيل معايا دلوقتي التوصيله عامله ازاي. قال لك كابل فاز الريد اهي داخله على فيوز، ده اسمه فيوز، تمام كده؟ تمام. المفروض هربطها على ايه يا باشمهندس؟ على الفاز الريد بتاعت الخروج، صح كده؟ في نفس الوقت هربطها على الصاعد، دي بالنسبه للريد. طب اليلو؟ اليلو داخله على الفاز، بعدين داخل على فيوز قصدي، وبعدين هربطها مع كابل الخروج، بعدين طالع في الصاعد، ده ريد يلو، وبعدين بس نفس الترتيب البلو، صح كده يا باشمهندسين؟ مفيش اي مشاكل. بربط الفاز الريد بالريد واليلو باليلو والبلو بلو والنيوترال بالنيوترال، بس الفرق النيوترال ما فيهوش فيوز، صح كده؟ اهو الصاعد، ترسم الصاعد، الصاعد ده عليه الريد اهو، تمام؟ الله. طيب تمام، تعال نبص بس وصه كده على شكل الكفريه، تمام؟ ده احد اشكال الكفريه اهو يا باشمهندس. لو بصينا كده هنلاقي عايزين ايه؟ كابل دخول، هنقول كابل الريد اهو، فاست الريد هتخش من هنا هتربط عليها على المسمار ده، ده شكل الفيوز. بعدين المسمار ده بص هتلاقي فيه باره ماشيه كده من ورا، الباره دي مربوطه هنا، فانا لو ربطت الفاز الريد بتاعت كابل الخروج اهو، وهربط هنا الفاز الريد بتاعت الصاعد، صعب كده؟ قال لك لا، ده بالنسبه للريد. طب وبالنسبه ليلو نفس القصه اهو، صعب كده يا باشمهندسين؟ والبلو اهي البره بتاعتها بقت مشحونه للبلو اهي، ده تقريبا النيوترال. قلنا النيوترال ما فيهوش ايه يا باشمهندسين؟ او تقريبا ما حطش بارت نيوترال ايا كان، لو دي نيوترال، نيوترال كده كده ما فيش فيوز، تمام؟ احنا كده عملنا ايه يا باشمهندس؟ وصلنا لحد الكفريه، تمام كده؟ احنا كده وصلنا لحد يا باشمهندس لباب البيت بتاعك. تعالى كده بس نيجي ناخد كده الوايت بورد بتاعتنا، نقول تاني يا باشمهندس انا عندي ايه؟ اول حاجه كان عندي جنريشن، ولدت كهرباء، وبعدين رفعت الجهد، وصلت ال 522، بدات اعمل له نقل اول خطوه، بعدين قللته، قللت الجهد خطوه، وبعدين كملت سكند ترانسميشن، وبعدين قللت الجهد خطوه، صح كده؟ دخلت في مرحله الديستريبيوشن اللي هي كان اول حاجه فيها ايه؟ الديستريبيوتر الموزع، وبعدين دخلت من الموزع على الكشك، ومن الكشك على حاجه اسمها البيلر. طب ومن البيلر يا باشمهندس دخلت على حاجه اسمها الكوفيه. انا كده وصلت لحد باب العماره بتاعتك. تعالوا بقى نطلع في العماره ونشوف الكهرباء ماشيه ازاي عندك جوه، تمام كده؟ طب تمام،
صاعد الأموال. تمام يا باشمهندس، تعالى بقى نتكلم كده. احنا قلنا يا باشمهندس، قلنا ده الكفرين، اللوحة اللي عندك على باب العمارة، كابل أهو، كابل داخل لها وكابل خارج منها، صح كده؟ قال لك تمام يا باشمهندس. وكابل طالع في الصاعد، صح كده؟ قال لك تمام. الأربع شروط دي معناها إيه يا باشمهندس؟ لو حطيتها يعني أربع فاز. يعني إيه أربع فاز؟ إحنا خلاص حفظنا ريد، وبعدين يلو، وبعدين بلو، وبعدين نيوتر. يعني طالع فيها كام كاب؟ أربع فازات، ريد ويلو وبلو نيوتر. ممكن يخليهم في كابل واحد فور كور زي ما إحنا شايفين، أو يقسمهم على أربع كابلات زي ما هوريكم دلوقتي. تمام كده؟ هوريكم صعد عمارة دلوقتي، تمام كده يا باشمهندس؟ قال لك تمام. طب انا كده طلعت في العماره، تمام، انا بقى عايز اخش الشقه. قال لك تمام. تخيل معايا ان الشقه اللي في الدور الاول اللي على اليمين، تمام كده، عايزه سنجل فيز. قال لك بص يا باشمهندس، لما كانت ثلاثه فاز كان ايه اللي بيحصل يا باشمهندس؟ كنت بديها ريد ويل وبلو نيوترال، صح؟ قال لك تمام، اللي هي الثلاث فازات ونيوترال. قال لك لما يبقى سنجل فيز او طور احادي بعمل ايه يا باشمهندس؟ قال لك بديها فازه ونيوترال، يعني يا بديها ريد مع نيوترال، او يلو مع نيوترال، او بلو مع نيوترال. تمام كده؟ قال لك تمام. يعني انا مثلا يا باشمهندس الشقه اللي في الدور الاول على اليمين اديها فازه ونيوترال. قال لك خلاص تعالى اديها مثلا الريد مع النيوترال. قال لك تمام. الشقه اللي في الدور الاول على الشمال هي برضه سنجل فيز، عايزه فازه ونيوترال. قال لك تمام. هل هديها برضه الريد؟ قال لك لا، انا قلت لك طالما اديت دي ريد يبقى ادي دي لون تاني. تمام كده؟ هقول لك ليه في الاخر. قال لك خلاص بعد الريد يلو، فهد دي ريد يلو بعدين نيوترال. قال لك طلعت الدور اللي بعده الشقه اللي على اليمين، قال لك برضه سنجل فيز يا دي ريد يلو، يبقى اكيد بعد كده في بلو. قال لك بلو بعدين نيوترال. قال لك تمام. قال لك طب الشقه اللي على الشمال في الدور الثاني، قال لك لا يا باشمهندس دي 3 فيز. تمام كده؟ فهديها ريد ويلو وبلو ونيوترال. صعب كده يا باشمهندس؟ طب لو طلعت الدور اللي بعده الدور الثالث للشقه على اليمين مثلا يا باشمهندس سنجل فيز، فانا دلوقتي اديت ريد وبعد كده يلو وبعد كده بلو، فابدا تاني ريد بعد كده يلو وهكذا. تمام كده؟ قال لك ليه؟ قال لك انا عايز كل فازه من الفازات دي يكون عليها عدد شقق متساوي. طب معلش يا باشمهندس، ليه احط عليها عدد شقق متساوي؟ انا عايز اعمل بالانس، عايز احمل الثلاث فازات زي بعض. تمام كده؟ او تقريبا عايز اعملهم زي بعض، لانك مستحيل تخلي الثلاث فازات متحملين نفس الحمل. تمام كده؟ فانا مش يعني مش هعرف اخليهم زي بعض قوي، بس احاول اقربهم من بعض، زي احاول اقرب عدد الشقق. يعني لو هنا ثلاثه وهنا ثلاثه وهنا اثنين عادي، انما ما تخليش خمس شقق مثلا على فازه وشقه على الثانيه وشقه على الثالثه، لا، حاول اساوي ما بين الفازات في عدد الشقق. ليه؟ ان بيحصل حاجه اسمها امبالانس. البالانس ده بيعمل لو في فازه اعلى من فازه وكده بيبقى في حاجه اسمها الامبالانس، بيعمل مشاكل كتير قوي بغض النظر ايه هي. فبالتالي انا عايز احمل الثلاث فازات زي بعض. تمام كده يا شمسين؟ قال لك تمام. تعالوا بقى نشوف صاعد العماره بيبقى شكله عامل ازاي. ده شكل من اشكال صاعد العماره. احنا قلنا كام فازه طالعين فيه؟ قلت لي ثلاثه. اه يا باشمهندس، الريد هو اليلو. تمام. طبعا ده غلاف، يعني هنا ده غلاف احمر جواه نحاس او المونيوم، غلاف اصفر جواه نحاس او المونيوم. تمام كده؟ ده بيعرفك شكلها بس، بيديك لونها بس. ادي كده ريد، بعد كده يلو، بعد كده بلو، وده النيوترال. هو عامله هنا اسود عادي مش مهم اللون. تمام كده؟ النيوترال ساعات بيعمله اخضر او اسود. تمام كده؟ قال لك تمام. انا قلت لك يا باشمهندس لو الشقه اللي على الشمال سنجل فيز هاخد ايه؟ فازه ونيوترال. هتلاقيه خد هنا كده، بص عايز ازوم، بص كده هتلاقيه عامل هنا يا باشمهندس خد وصله، بص كده اهو، خدت بالك؟ خد اهو الريد وقام دخل راح للشقه الثانيه، اهو النيوترال اهو خده من هنا اهو، بص كده. قال لك تمام. طب الشقه اللي على اليمين هيعمل ايه؟ هياخد فازه ونيوترال. فهياخد ايه؟ هياخد الريد؟ لا، هياخد الفازه اللي جنبها اهي، دخل اهو والنيوترال اهو يا باشمهندس، ده اهو. تمام كده؟ فبالتالي انت وصلت لحد فين يا باشمهندس؟ احنا تقريبا يعني احنا وصلنا دلوقتي لباب البيت بتاعك. تمام كده؟ قال لك تمام. طب يا باشمهندس هل هو يعني هل انا بطلع من الصاعد ده اخش على الشقه على طول ولا بخش عليه الاول؟ قال لك بتعدي على مرحلتين او ثلاث مراحل قبل ما تروح للكشاف اللي عندك في البيت. قال لك ايه هم بقى الثلاث مراحل؟ تعال نشوفهم. اول حاجه تعالى بس نقول الحته دي ثاني، اهو قلنا اهو ده الصاعد بتاعك اهو. تمام كده؟ احنا قلنا ايه؟ هنطلع
ناخد فازا ونيوتر، فهناخد مثلا الريد اهي، وهناخد النيوتر اهو، تمام كده. 20 قال لك تمام، بتعدي على ثلاث حاجات، ايه هما؟ حاجه اسمها علبه توزيع وحدات سكنيه، ثاني حاجه العداد بتاعك، ثالث حاجه اللوحه اللي موجوده في الشقه، تمام كده؟ قال لك تمام. طب علبه توزيع وحدات سكنيه يعني شكلها عامل ازاي؟ تعال نشوف اللي هي ديت، ايه علبه التوزيع وحدات سكنيه؟ المفتاح اللي موجود عندك في الشقه، مش قلت لك لما بتلم السلكين في مفتاح بيقفل؟ هو ده اسمها، ده شكل المفتاح يا باشمهندس، ده بيبقى محطوط كده قبل العداد، يبقى محطوط عندك في اللوحه عادي، وبيبقى محطوط كده قبل العداد، بنسميه علبه توزيع وحدات سكنيه. ده موجود، لو دوست عليه يعني لو فتحته وقفلته بتحكم في كهرباء الشقه عندك، لو دوست عليه انا قطعت الكهرباء عن الشقه، لو فتحته وصلت الكهرباء الشقه، وهكذا يعني، تمام. يبقى اول حاجه بتعدي عليها يا باشمهندس علبه توزيع وحدات سكنيه، تمام كده. قال لك تمام. قال لك تاني حاجة بتخش على العداد، أنا ما صورتش العداد، كلنا بلا استثناء عارفين يعني إيه عداد، تمام كده. تالت حاجة بقى يا باشمهندس بتخش على لوحة الشقة بتاعتك، تمام كده. تعال نشوف شكل اللوحة عامل إزاي سريعا كده. ده تقريبا شكل اللوحة اللي عندك في الشقة، تمام كده، بس دي نضيفة شوية، تمام. بص يا باشمهندس، أول حاجة في مفتاح كده أساسي، تمام كده، وفي حبة مفاتيح بتغذي الاحمال. بمعنى الشكل ده اصلا عباره عن ايه؟ بص كده، المفروض انت جاي لك ايه يا باشمهندس؟ هذا صح كده، ونيترو صح. بتخش ازاي يا باشمهندس؟ بتخش على مفتاح اساسي في اللوحه اللي هو ده، تمام. قال لك تمام، بس المفروض تخش كده، بيطلع منها هذا ونيترو صعب. قال لك لا، وبعدين يا باشمهندس لك في بيبقى في بوره كده بيخش عليها الفاز، وبوره ثانيه يخش عليها النيوتر صح كده. قال لك صح، انا ليه فاز ونيوتر؟ عشان انا دلوقتي سنجل فيز. قال لك تمام، تخيل معايا دلوقتي انا هنا عندي حبه كشافات اهو، وعايز اوصل لهم الكهرباء، الكشافات اللي عندك في البيت، او حبه سوكيتات فيش، وعايز اوصل لهم كهرباء، هوصل لهم ازاي؟ قال لك دول سنجل فيز ولا ثري فيز؟ قال لك سنجل فيز، مش انا عايزهم 220 فولت، باي ذا واي الثري فيز اللي هو 380 فولت او 400، تمام كده؟ والسنجل فيز اللي هو ال 220 او ال 240، احنا عندنا في الشقه في مصر الفولت عندنا 220 فولت، فسنجل فيز، تمام كده؟ فالفيش والكشافات وكل ده عايز ايه؟ سنجل فيز، عايز ال 220، فبالتالي عايز له فازا ونيوتر. اخد اهو من بارت الريد اهو، وادخلها على مفتاح اللي هو، بص يا باشمهندس تاني، ده اللي جالي من العداد الكابلين، ده اللي جالي من العداد اللي هو ايه؟ الفازا ونيوتر، داخلين على المفتاح الرئيسي في اللوحه اللي هي ايه؟ اللي هو ده، تمام كده؟ قال لك تمام، اللي هو دوت كده يا باشمهندسين. وبعدين قال لك خرجت منه فازا ونيوتر، دخلت الفازا على بارت الفازا، ودخلت النيوتر على بارت النيوتر، الكلام ده جوه، يعني هتلاقي كده جوه في باره للريد، تمام كده؟ وباره لايه؟ للنيوترال، صغيره يعني مش كبيره، تمام كده؟ زي اللي احنا شفناها في البيلر والكفري بس على صغير، تمام؟ قال لك تمام. انا دلوقتي عايز ايه؟ عايز اروح اغذي حبه الكشافات دول، فهاخد اهو واصله من هنا، هدخلها على ايه يا باشمهندس؟ على المفتاح الصغير اللي هو ده اهو، تمام. وبعدين انا رحت الفازه، هروح اوصل للكشافات بتاعتي. قال لك وبعدين يا باشمهندس؟ عايز النيوترال، هاخد من بارت النيوترال، اروح اغذي ايه؟ الكشافات بتاعتي. بتلاقي كده عندك سلكين سلك كده ملفوف حوالين بعض، تمام كده؟ يعني هو الكلام ده بيبقى خراطيم موجوده ايه؟ جوه الحيط، تمام كده؟ بس يعني معنى ان انت عندك لما بتيجي توصل فيشه او مشترك او ايا كان، بتلاقي سلكين كده، هو ده الفاز، يعني هو ده اللاين والنيوترال، هو ده الريد والنيوترال، البلو والنيوترال، فاز والنيوترال، هو اللي يعتبر موجب وسالب يعني، تمام كده؟ قال لك تمام. طب انا دلوقتي رحت للكشافات بالمفتاح ده، عايز اروح للسوكيتات مثلا، هعمل ايه؟ اطلع اهو، اخش عليا يا باشمهندس، اخش على بريكر صغير اللي هو مفتاح، ناخد بقى المفتاح الثاني ده، تمام كده؟ وبعدين هيطلع منه، اروح اغذي ايه؟ الفيش بتاعتي. وبعدين اطلع من نيوترال، اروح اغذي الفيش بتاعتي. والدليل على كده لما مثلا يعني بتفتح المفتاح عندك، تمام، يعني بتدوس على المفتاح اللي هو ده، بترفعه فوق، بتلاقي الكهرباء قطعت مثلا عن اوضتين، مثلا الكهرباء قطعت عن اوضتين، ما بتقعش عن كشاف واحد، فبالتالي انا المفتاح الواحد بروح اغذي بيه حبه كشافات، والمفتاح الثاني بغذي حبه فيش، تمام كده يا باشمهندسين؟ فانت كده عملت ايه بقى باختصار بس كده قبل ما نطلع بريك بسرعه؟
عملنا بالظبط جنريشن، راح عليته، بعدين عليت الجهد، وبعدين عملت ترانسميشن، ده اسمه برايمري ترانسميشن، وبعدين قللت الجهد خط، وبعدين عملت سكندري ترانسميشن، وبعدين قللت الجهد خطوه لحد ما وصلت ل 11. دخلت في مرحله ايه يا باشمهندس؟ الديستريبيوشن. فاول مرحله فيها حاجه اسمها الديستريبيوتر، موزع، وبعدين دخلت على الكشك، وبعد الكشك على بيلر، ومن البيلر على كفريه، ومن الكفريه على طلعت صعد العماره، تمام كده، وخدت منه فازه ونيوترال على علبه توزيع وحدات سكنيه، صح كده، ومنه على ايه يا باشمهندس؟ على العداد، ومنه على اللوحه اللي عندك، تمام كده. قال لك تمام يا باشمهندس. وبعدين من اللوحه اللي عندك رحت غزيت بقى حبه الكشافات، فانت كده الكهرباء من اول ما تعمل لها جنريشن لحد ما توصل الكشاف اللي عندك في البيت. نطلع بريك يا باشمهندسين، نطلع بريك يا باشمهندسين 5 دقايق ونرجع، تمام كده.